إذن أهلا وسهلا متابعي مجلة 24، نستضيف في هذا اللقاء المباشر الأستاذ عمر القاضي، عضو بالجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، وذلك لتسليط الضوء حول مجموعة من النقاط الأساسية والمهمة، وذلك بعد تعليق الإضراب الوطني الذي كان مزمع عقده يوم الجمعة المقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم أخوكم في الله عمر القاضي، عضو الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، عضو وطني وعضو جهوي ثم عضو محلي. بالنسبة للحوار اليوم، أنا أخذت له عنوانا: لماذا علقتم الإضراب؟ هذا سؤال محير في حد ذاته، بذ يتضمن هذا السؤال سؤالا آخر: لماذا أضربتم أو أعلنتم عن إضراب قبلي؟ في الحقيقة حينما نتساءل عن شيء ونجد أنفسنا أمام أشياء أخرى، فنحن نتساءل من أجل المعرفة. إذن لماذا أردنا الإضراب أو أعلنت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم الإعلان الإضراب الوطني؟ أولاً لمجموعة من الإكراهات، وليس لسؤال الزمن. فسؤال الزمن ينبغي أخذه بعين أخذه في سياق الوباء الحالي، إذ لا يمكن لنا أن ننظر إلى الزمن باعتباره سياقا مغالطا أو سياقا أساسيا للإضراب. فحاولنا أن ندرج مجموعة من الإكراهات التي يعاني منها القطاع. فقطاع المقاهي والمطاعم في الحقيقة كان يعاني قبل الجائحة، وأصبح يعاني أثناء الجائحة، وحتى بعد رفع الحجر على المقاهي والمطاعم أصبح القطاع شبه مشلول. إذا قلنا شبه مشلول، فإن الطريقة التي تعامل المسؤولون بها مع هذا القطاع هي طريقة يعني تختلف كلية مع القطاعات الأخرى، إذ أعطيت لنا يعني طريقة الاشتغال ب50%، ولكن هذا النوع من طريقة الاشتغال إذا نظرنا إليها نجد أنفسنا أننا لا نشتغل إلا وفق يعني نسبة مئوية لا تتجاوز 12.5 في حدتها الضرائب التي جاءت في هذا السياق وفي سنة 2021 انطلاقا على سنة أو ضرائب متعلقة بسنة 2020 أخذ عام 19 مقياسا ومعيارا لتطبيقها، ونحن لم نشتغل في 2020، فكيف تطبق علينا مسطرة 2019؟ بمعنى إن رقم المعاملات الذي حددت الإدارات الوصية لسنة 2020 لا يمكن أن يمثل هذه الوتيرة من الأعداد وهذا الصنف من الأعداد، هذه الأرقام خيالية كانت في لحظة الرواج، أما الآن فنحن نعيش العقم، فكيف يمكن أن نؤدي ضريبة على واقع لم نعيش؟ الإدارات أردنا أن نتحاور معها، طالبنا منهم الحوار ولا أحد استجاب لمحاورتنا، ولا أحد جلس معنا ليعرف همومنا ومشاكلنا. أعلننا الإضراب، وبعدها جاء قرار الوزارات والمسؤولين للجلوس على طاولة الحوار. وقتها علمنا أن مشاكلنا بدأت تصل بالتدريج. إذن هذا الوصول وهذا الإعلان بالحوار هو شكل إيجابي بالنسبة للجمعية، لذا لا يستلزمها بطبيعة الحال إلا أن تعبر عن حسن نيتها تجاه حسن نية ما يسمونه في الإدارة بحسن نية الإدارة أيضا. إذن جلسنا مع وزارة الصناعة والتجارة
جلسنا مع مديرية الضرائب، الآن جلسنا أيضا مع الضرائب المحلية على مستوى وزارة الداخلية، الآن نحن بصدد أن نجلس مع وزارة الشغل لتحديد بعض الأمور العالقة أيضا. إذن تفاديا لوقوع في مطبات أخرى علقنا الإضراب على أساس أن نصل إلى الحوار الناجع والحوار الإيجابي وأن لا نبقى في دوامة ما هو سلبي. سي عمر، هذا التعليق، هذا السياسة التي نوجت بسبب جائحة كورونا ساهمت في تأزيم وضعية العامل أو المستخدم لقطاع المقاهي والمطاعم بصفة عامة، ولا سيما أن بعض المقاهي أو أغلبها تعتمد سياسة البورسونتاج أو القسمة في العمل الذي يمارسه بشكل يومي. ما هي رسالتك عفوا للمسؤولين من أجل إيجاد حل جذري، ولا سيما أن شهر رمضان هو شهر البركة والخير، أن الحركة تقوى خصوصا في المساء لغاية حدود 12 ليلة؟ ويا أخي، حينما نتحدث عن مشاكل ونبحث عن حلول نجد أن المشاكل والحلول دائما تتضافر فيما بينها. فمشاكل قطاع المقاهي والمطاعم لا يمكث ولا يبقى حصريا في المقهى، بل يتجاوز ذلك إلى مجموعة من الميادين الأخرى التي لها علاقة بالقطاع. فقطاع المقاهي والمطاعم له دور فعال، وكما قلت هو القلب النابض لاقتصاد الوطن. فاعتبار المقهى يعني شريان الاقتصاد، فنحن نقتات السكر من معمل السكر، من ما يعني الدكاكين من المتاجر التي تبيع السكر، كذلك الشاي، لنا ارتباط بالشاي وبالسكر وبالبن وبمجموعة من المواد الغذائية سواء مصنعة أو شبه مصنعة. هل نوع من الارتباط لا يوقف إشكال الطبقة الشغيلة في القطاع فقط، بل يتجاوزها إلى الطبقة الشغيلة على المستوى الوطني؟ فهذه المتاجر وتلك المصانع أيضا تشتغل وفق استراتيجية البيع والشراء. إذن فبمجرد ما يكون الطلب والعرض يكون هنالك الاشتغال، ويكون هنالك الرواج، ويكون هنالك ازدهار حتى في العمل. إذن فإذا أوقفنا النشاط في المقاهي والمطاعم التي تعتبر حصريا في 2500 مقهى ومطعم، والتي تشغل حسب تقديرات تقريبية ما يعادل 7 مليون العائلات أو الأشخاص اللي كتعيش من هذا القطاع، هذا كيعني بأن الرقم سيرتفع إذا ما نحن حاولنا ربطه بالقطاعات الأخرى التي لها علاقة وطيدة بهذا بالمقهى أو بالمطعم. إذ أن هنالك إلى جانب النادي الذي يشتغل يعني بنسبة مئوية، هناك عمال أيضا سواء مصرح بهم أو غير مصرح بهم، سواء يعني بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة يتواجدون في القطاع، إلا أن مشاكلهم تأتي يعني طبقا لمشاكل القطاع أيضا. فبمجرد أن نصل نحن إلى الباب المسدود يتوقف كل آفاق هذه الطبقة الشغيلة. لذا على المسؤولين التفكير ماليا وجديا في هذا في هذا القطاع، ومحاولة إحيائه من جديد من أجل إحياء هذه المعالم وهذه الشرائح الاجتماعية التي تقتات سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من القطاع. سي عمر، كلمة أخيرة، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم اهد حكومتنا لأن تنظر إلينا وأن تنظر لهذا الشعب وترفع الحيف عنه. اللهم لا نريد شيئا غير الستر وغير أن نصل إلى حل يرضي الأطراف كلها، وأن نعيش في وطن نحبه ونرضى العيش فيه، ونريد له أن يكون بلدا رقي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذن متابعي مجلة 24، كان معكم أستاذ عمر القاضي، هو عضو الجمعية الوطنية، وقد قرب لمتابعينا الأعزاء الصورة الحقيقية التي آل إليها قطاع المقاهي والمطاعم. دمتم في أمان الله، كان معكم محمد عربي طريبج عن مكتب تطوان مجلة 24، السلام عليكم ورحمة الله.